بعد ما عرفنا خلاص ازاي ممكن نكتب جيب كود بشكل مانوال، هنبدأ بقى ننتقل لمرحلة جديدة، وهي ازاي ممكن استخدم سوفت وير في ان انا اجنريت الجيب كود اللي انا اخده ارنه على الماكينة السي ان سي على طول. اتعلمنا سوا اللينير فيد والارك ازاي يتعمل بالبارامترز بتاعته، وبعد كده دخلنا على الكان سايكلز بالثلاثة سيتويشنز بتاعها، الستاندرد والديب دريلينج ولو انا هستخدم تايم في الموضوع. وبعد كده انتقلنا لنقطة السب روتينز او السب بروجرامز، وازاي ان انا اقدر عن طريق جي كود واحد اقدر ان انا ارن اكتر من شغله في نفس الجي كود المكتوب باستخدام الورك اوفسيتس والسب بروجرام. هنبدا بقى لمرحله جديده، وهي ازاي استخدم سوفت وير في ان انا اجنريت الجي كود ده بدل ما انا اكتب الجي كود زي ما كنا بنشتغل بشكل مانوال. الاوبشنز المتاحه قصادي بيبقى في اوبشنز كتير، ممكن اشهرهم او الاكثر استخداما في برنامجين، برنامج سوليد ووركس ده اللي احنا هنتكلم عليه في الفيديو ده، هبدا ان انا اوريك ازاي نعمله سيت اب، وفي برنامج فيوجن 360 ده تبع شركه اوتوديسك. البرنامجين اللي شركتين كبار، فما فيش افضليه لبرنامج عن التانية، بس احنا هنا هنتعامل مع برنامج السوليد ووركس. طيب برضه هو ايه اللي بيتم في البرنامج بالظبط؟ اللي بيتم هو ان انا برسم الرسمه اللي انا عاوز انفذها بشكل 3D، برسمها على اي برنامج 3D انت متمكن منه، سواء بقى كان مايا كان 3D ماكس ايا كان من البرامج المتاحه، وهبدا ان انا اخد الرسمه ال 3D دي وابدا ان انا عن طريق زي بلجن كده، سواء في برنامج الفيوجن او في برنامج السوليد ووركس، وابدا اظبط السيتنج اللي انا هبدا يجنريت من خلالها الجي كود ده. بمعنى هل انت عاوز السيرفس فينش يبقى ناعم، هل مجرد حاجه رف كده بشكل سريع، فبتبدا انت تظبط شويه بارامترز من دي كده، وبتدوس الزرار يبدا ان هو يجنريت الجي كود اللي بتاخده ترنه على الماكينه السي ان سي بتاعتك. على برضه من ضمن البارامترز طبعا انت السبندل هتلف بقد ايه، الفيد ريت قد ايه، هنشوف المواضيع دي لما نيجي نتطرق لشرح البرنامج نفسه. ولكن احنا هنا في الفيديو ده هنبدا اوريك ازاي تعمله داونلود منين ونعمله سيت اب ازاي. بس انا قبل ما اخش على مرحله الداونلود ومرحله السيت اب، هبدا ان انا اوريك الاول لو انت عندك نسخه قديمه من البرنامج ازاي تعملها ان انستول. فممكن نبص على الخطوه دي كده سوا مع بعض عشان نعمل ان انستول للبرنامج. هنبدا نتبع الخطوات دي. انا هنا النسخه اللي عندي 2023، ودي اللي احنا هنعملها سيت اب دلوقتي. ولكن انا هوريك الاول بشكل مبدئي، افتراضا لو انا عندي نسخه قديمه وعاوز اشيلها واسطب ال 2023 دي، هتبع الخطوات ازاي، لان في اوقات ممكن يحصل مشاكل ان انت تنزل نسخه مكان نسخه. فهبدا اوريك كده بشكل سريع قوي ازاي ممكن نعمل ان انستول للنسخه دي. هاجي اول حاجه في الكنترول بانل، هندخل فيها وبعدين هندخل على بروجرامز اند فيتشرز، وهنختار من هنا السوليد ووركس، هنضغط على ان انستول. طبعا هنا هحدد كل الاوبشنز اللي موجوده عندي، وممكن اضغط على الادفانسد دي، ادوس على تشينج هنا، ومنها ابدا ان انا برضو احدد كل الاوبشنز اللي موجوده عندي، وباك تو سامري، وادوس على ريموف ايتمز. يس، هيبدا ان هو يعمل ريموفنج للايتمز دي كلها. هو الموضوع هيطول شويه فانا هسيبه وارجع له ثاني لما يخلص. طيب انا هنا بدا ظهر معايا في مشكله لسه في البدايه عند 1% لسه، المشكله دي بتخرجني من غير ما يعمل اي ان انستولنج خالص. هنكمل. هو بيقول لك بقى ان هو فشل ان هو يعمل ان انستول للسوليد ووركس كام ده. طيب في بعدها بيقول لك ده هو ما حاولش فيهم اصلا، ففي كلمه ريزيوم هنا تضغط عليها يبدا ان هو ايه يكمل الان انستولنج بتاعي. هيخلص بقى عمليه الان انستولنج، وبعد ما يخلص ايه نرجع له تاني نفس الموضوع تاني، كونتينيو انستولشن، اوكي نفس الموضوع، ريزيوم. تمام، هو كده المفروض خلص، هدوس اوكي. خلاص هنا سوليد وورك اختفى من الحته دي. ممكن ارستر الجهاز زياده تاكيد ان كل حاجه تمام. هنبدا بقى نتابع لطريقه ثانيه، ودي تكمله لعمليه ازاله البرنامج. الطريقه دي هي ان انا ببدا ادخل في السيف مود. بدخله ازاي؟ ببدا ادوس على الستارت، وهنا عند علامه الباور، واجي هنا وابدا اضغط على زرار الشيفت في الكيبورد، افضل ضاغط عليه، ووسط ما انا ضاغط ابدا ادوس على زرار الريستارت، وانا ضاغط ما زلت ضاغط على زرار الشيفت في الكيبورد. ليزويت يبدا ان هو يدخلني في الخانه دي. خلاص ببدا اشيل ايدي من زرار الشيفت، ابدا اضغط على ترابل شوت اللي هنا دي، ومنها ادوس على ادفانسد اوبشن، ومنها بدوس على ستارت اب سيتنج دي، هنا بدوس على ريستارت. المفروض ان انا هختار السيف مود دي، بس لما اضغط على ريستارت هنا الاول يبدا ان هو يرستر تاني معايا. هنا بدا اول ما فتح معايا بيبدا ان هو خلاص هختار بقى اوبشن السيف مود اللي هو مكانه فين، اللي هو اختيار رقم 4 ده. هبدا ان انا ادوس في الكيبورد على رقم 4 كده، يبدا ان هو يدخلني في السيف مود. زي ما انت شايف كده بيلغي بقى اي خلفيه، بيلغي اي حاجه انت بتبقى عاملها سيت اب، حتى الواي فاي ما بيبقاش موجود معاك. امسح بقى الفايلات بشكل مانوال، فهدخل على الماي بي سي وهدخل على السي. عندي اول حاجه السوليد وورك سيرفر ده، شيفت ديليت
انتر. عندي في بروجرام فايلز ابدا ادخل عليها، ابدا ادخل على فولدر السوليد ووركس، ومن بره مجرد اعلمه برضو شيفت ديليت وادوس على يس. طب الجهاز فتح كده معايا خلاص، نبدا بقى ندخل على الخطوه الجايه. انت ممكن تسكيب كل اللي فاتك من الفيديو ده، خصوصا لو انت ما عندكش برنامج سوليد ووركس اصلا، وتبدا بقى نركز سوا من النقطه دي، اللي هي انا ما عنديش البرنامج، هتصرف ازاي، هحمله منين، وهسطبه ازاي. طيب عشان نحمل البرنامج هنبدا ان احنا ادي هنا جوجل كروم، ندخل على موقع اسمه جيت انتو بي سي. من الموقع ده هنيجي هنا ونكتب سوليد ووركس، انا هنا اوريدي كتابه مره قبل كده جو. هننزل تحت هنا هتلاقي برنامج سوليد ووركس 2023، نضغط عليه. نبدا احنا ننزل، هتلاقي الداونلود تضغط عليها، هيدخلك على الصفحه دي. هنستنى كده حاجه بسيطه، بيكريت الداونلود لينك. بدا ان هو طلع لي اللينك اهو، حجمه 16 جيجا. بتنقي المكان اللي انت عاوز تنزل فيه البرنامج ودوس ستارت داونلود. انا اوريدي منزله قبل كده، وخد بالك ان الباسورد بتاع فك الضغط هنا هو 123. خلاص انا هقفل ده وابدا ان انا اروح للمكان اللي انا نزلت فيه البرنامج. ده المكان اللي انا نزلت فيه البرنامج، هو الملف المضغوط ده. اختصارا للوقت فكيت الضغط وفكلي الفولدر ده. قبل ما ادخل على الفولدر في حاجه مهمه لازم 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 تعملها، وهي ان انت تقفل اي انتي فايروس موجود على الجهاز عندك، عشان خاطر لو في كراك ولا حاجه ما يمسحش كراك ده. هنا انا ما عنديش غير الويندوز ديفندر، فهاجي هنا اكتب ديفندر ويندوز سكيورتي، تدخل فيها، ندخل هنا ومانج سيتنج، وعلامه الاون دي هنعملها اوف. تمام خلاص قفلتها، هبدا ان انا علامه النوتيفيكيشن تطلع دي، هو بيقول لك انت قفلت البروتكشن، اوعى تدوس عليها، عشان لو دوست عليها هيرجع يعمل اون تاني للديفندر اللي احنا لسه اوريدي قافلينه، فما ندوسش عليها، تجاهلها خالص وهي هتروح لوحدها. نيجي بعد كده هنا سوليد ووركس، نضغط ضغطتين، هتلاقي المكان بتاع السوليد ووركس هنا اهو. بس قبل ما ادخل عليه انا هدخل في الكراك في الريد فايل دي، وهمشي على الانستراكشنز دي واحده واحده، لان كل واحده من دول مهمه اكتر من اللي قبلها. هنا اول حاجه بيبدا ان هو يقول لك خش في الكنترول بانل وبعدين بروجرام فيتشرز. افتح هنا كنترول بانل وبعدين بروجرام فيتشرز، بيقول لك بعد كده ترن ويندوز فيتشرز اون اوف. ادي هنا ترن ويندوز فيتشرز اون اوف، هتلاقي اول حاجه بيقول لك اعمل سيلكت على النت فريم 3.5. ادي هنا النت فريم 3.5، هي عندك ممكن تبقى مظلله بالاسود ده كده، فانت تدوس على علامه البلس وتتاكد ان انت عامل سيلكشن على كله، بحيث يبقى المربع كله معمول عليه سيلكت، وندوس اوكي. دي كده خلاص عملنا اول خطوه. نيجي الخطوه اللي بعدها بيقول لك لو انت عندك نسخه سوليد قبل كده، هنيجي على سوليد ووركس سيرفر ونشغل الريموف باتش فايل. ده مكانه فين؟ هنيجي هنا عند السوليد ووركس فليكس نت سيرفر دي، تضغط عليها، ده الباتش فايل اهو، هندوس كليك يمين وتتاكد ان انت شغله از ادمنستريتور. هنا انا اوريدي عامله ريموف قبل كده، فهتبرس ان كي خلاص كده، خلاص عملت ايه ان انستولينج لي. نيجي بعد كده بيقول لك عندك هنا في لايسنس ريجستر كده، هنعمل له ران. ده موجود فين؟ نرجع تاني الفولدر بتاع كراك، هتلاقي السوليد ووركس سيريال لايسنس دي، يعني نضغط عليها دبل كليك، بيقول لك انت عايز كونتينيو ان انت تضيف البرودكتس كي دي في الريجستر عندك، هنقول له يس اوكي. تمام الخطوه دي مهمه جدا، وهوريك لازمتها ايه قدام لما نيجي نعمل سيت اب للبرنامج. بعد كده بيقول لك في عندك فولدر اسمه سوليد ووركس فليكس نت، ده روح وحطه في السي. فانا عندي الفولدر بتاع الفليكس نت ده، ناخده كده كوبي ونروح عند السي ونبدا نحطه في المكان ده بيست. وبعد ما نعمل له كوبي في السي هنروح ونشغل السيرفر انستول باتش فايل. فادي هنا السي، ادي الفولدر اللي انا لسه عامل له بيست هناك، فتحته واجي هنا عند سيرفر انستول برضو ران از ادمنستريتور ستارتنج هنا سكسسفولي وبرس ان كي. خلاص كده عملنا له انستولنج. تمام نيجي بقى بيقول لك بعد كده انستول بقى السوليد ورك عادي، اللي هو مكانه فين؟ نرجع للفولدر بتاع كراك، مش الفولدر بتاع كراك بقى نفسه، الفولدر اللي قبليه ده كان الفايل الاساسي اللي هو حجمه حوالي 16 جيجا، وده الكراك. هبدا اضغط دبل كليك عليه، هو ايزو فايل عموما، واجي على علامه السيت اب هنا وابدا ان انا دبل كليك على علامه السيت اب. بيقول لك انت عاوز تنزله على الكمبيوتر ده ولا سيرفر ولا ايه، انا اختار اللي هو انستول اون ذيس كمبيوتر نيكست. هنا بقى فاكر الريجستر فايل اللي انا هنا كان موجود عندي جوه فولدر الكراك هنا، فاكر بقى الفايل اللي هو اللايسنس دي، هي بقى الارقام اللي ظهر قصادك دي، فدي لازمه الفايل اللي هنا ده ان هو اضاف لي الارقام دي، بدل ما انت تعملها كوبي بيست لا هو عمل لها بيست اوتوماتيك لوحده. المفروض بقى في الخطوه دي انا بنقي ايه المكونات اللي انا محتاج اعملها سيت اب وايه الحاجات اللي انا مش محتاجها. فانا هنا السوليد وورك الكتريكال ده وال3 دي والبي سي بي، الحاجات دي انا مش محتاجها فبعمل لها انشيك،
مش محتاج الحاجات دي. التكنيكال كوميونيكيشن صراحه انا مش عارف دول ايه فانا هسيبهم. سوليد ورك كام ده الاساس بتاع شغلنا اساسا. فلو سيميليشن بلاستكس هسيب الحاجات دي وده السوليد ورك ده البرنامج الاساسي خلاص. ابدا ان انا ادوس على نيكست. بيقول لك ان انت عامل انشيكنج للالكتريكال سيريال ادوس اوكي. انت عامل انشيك للالكتريكال 3 دي ادوس اوكي. والبي سي بي ادوس اوكي. دي فعلا الثلاثه كومبوننتس اللي انا شلت علامه الصح من عليهم. هنا نبدا ننزل ما فيش حاجه نيكست تمام. A few moments later. هنا لو دوست على علامه التشينج دي البرودكتس اللي المفروض انها تنزل فعلا البي سي بي ما علمتش عليها تمام. وليه مش مختار السوليد ورك اساسا. 2000 years later. هنا هدوس على علامة التشينج دي. لو لاحظت الاستيميشن انستروننج هنا 900 ميجا. انا استحالة يبقى السوليد ورك 900 ميجا. فهضغط على سيلكت ديفرنت دي وتبدأ ان انت هنزل السوليد وركس تمام. الايدرونج ماشي هسيبه. سوليد ورك فايل. فلو سيميليشن ماشي عايزها. نتورك دي مش عايزها. الكتريكال مش عايزها. كومبوزر ماشي ممكن ناخدها. كومبوزر بلاير الكام دي اساسي. البي سي بي مش محتاجها. البي سي بي مش محتاجها. ممكن نختار المانج كلاينتس دي واختار سوليد ورك سيميليشن والسوليد ورك موشن. انا كده السايز بتاع الانستليشن هيبقى حوالي 19 جيجا. باك تو سامري لان انا ادوس على انستول ناو. هنا لو لاحظت الهوست اللي طالع لك 25734 هو نفس الرقم الهوست اللي هو بيقول لك 25734 هو فعلا نفس الرقم اللي هنا ده هو اللي هنا ده. فتمام هدوس اوكي. في خطوه مهمه انا المفروض اقفل الواي فاي فانا هاجي هنا اقفل الواي فاي. دي لازم 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 الخطوه دي. هو كده خلاص خلص عمليه الانستول. هشيل علامه الصح هنا انه ثانكس وادوس على فينيش. طبعا انا هنا في نص الانستليشن ما حصلش عندي اي ايرورز. لو حصل عندك ايرور فممكن تبدا انت تبص على الخطوه اللي هنا دي. نيجي بقى نبص الخطوه اللي بعد كده. بيقول لك هنبدا ان احنا نعمل ريبليس للفولدرز الموجوده جوه الكراكد فولدر. فافتح هنا الكراك فولدر. عندك هنا الفولدر ده والفولدر ده. هاخد الاكس 86 اخده كوبي واروح عند السي وافتح البروجرام فايلز الاكس 86 واعمل له بيست في المكان ده. بيقول لك انت عاوز تريبليس الحاجه. انا عايز ريبليس. دو اول كونتينيو تمام. وهاخد البروجرام فايلز اللي هنا افتح البروجرام فايلز اللي هي لوحدها من غير اكس 86. هاخد الفولدر اللي فيها كده كوبي واخد هنا بيست كونتينيو. كده انا نفذت خلاص اللي هي خطوه رقم 4 بتاعت الريبليسنج بتاعت الاكس 86 والبروجرام فايلز العاديه. نيجي بعد كده في خطوه 5 بيقول لك ران بقى السوليد لودر ريجستر ده. طيب ده مكانه فين؟ نيجي هنا الفولدر بتاع كراك تاني هتلاقي سوليد لودر ريجستر برده كليك يمين. هنا ما فيش ادمنستريتور خلاص ميرج على طول. ماشي يس اوكي. الخطوه اللي بعد كده ان انا اعمل ريستارت للكمبيوتر خلاص تمام. هبدا ان انا ادوس على ستارت هنا وريستارت. طيب انا خلاص كده نزلت البرنامج خلاص والسوليد وركس عندي هنا. ارجع تاني بس للديكومنتيشن بتاعت الريد مي اللي كانت موجوده. اجي هنا في الريد مي اخر حاجه انا عملت ريستارت للكمبيوتر خلاص. نجي بقى نفتح البرنامج. هاجي هنا الديسكتوب هنا اهو ادي السوليد وركس دبل كليك اكسبت. اول ما البرنامج ما يفتح ادي هنا نيجي عند الهيلب. هنا المفروض ان انا هسيرش على سوليد ورك لايسنس مانجر. اخدها كوبي واجي في السيرش هنا واضغط عليها واضغط هنا على دي. هي دي اللي انا محتاجها. بيقول لي بعد كده اجي عند اللايسنس اوردر. لايسنس اوردر هنا وبيقول ان كل برودكت للبريميوم هنعمل له ان هو يموف اب على البروفيشنال تمام. فاي هنا ده بريميوم دي بريميوم فوق البروفيشنال. فعلا لو كانت انا عندي مثلا دي كده تحت كنت هاجي على البريميوم اخليها موف اب تبقى فوق البروفيشنال. هنا كده بريميوم فوق البروفيشنال. بريميوم فوق البروفيشنال والستاندرد تمام. هل في اي حاجه ممكن تموف اب؟ طيب تمام خلاص كده اوكي. ممكن نتست بقى البرنامج. نيو فايل بارامترز بتاعتي ماشي انسي او ايزو ايا كان. هنا مليمتر جرام سكند اوكي. بارت اوكي. هنا ممكن افتح الواي فاي بقى تاني خلاص مش محتاج ان انا اقفله. وكده البرنامج تمام متظبط ما فيش اي مشاكل. في الفيديو الجاي بقى هبدا ان انا اوريك ازاي ممكن نتعامل مع البرنامج ومش هنمشي خطوه خطوه ولكن كفيو سريع كده على التولز الرئيسيه اللي احنا ممكن نستخدمها بحيث ان احنا نقدر نرسم رسمه سهله بسيطه ناخدها ونطبقها على الماكينه السي ان سي في المعمل. فمش هيبقى شرح للبرنامج سوليد وركس. هي بس مجرد التولز الرئيسيه. وانت لو حبيت بقى تستفيد هتروح لفيديوهات بتشرح البرنامج بشكل باستفاضه اكتر.
اكتر يعني. ويكون الفيديو ده كده خلص على كده، ونتقابل بقى الفيديو الجاي اللي هنتطرق فيه في البرنامج ونبدأ نشرح التولز اللي موجودة فيه. بس شكرا.